يقول: هل من نصيحة للمرأة التي تأتي إلى الحرم وهي في كامل الزينة والبعض منهن يلبسن النقاب الفاتن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات. إيش معنى تفلات؟ يعني غير متزينات وغير متطيبات، يخرجن بثياب ساترة ليس فيها زينة وليس معهن طيب، إن جاء للعبادة ما جاء للمباهات والفتنة. فإذا خرجت وهي متعطرة أو متزينة أو غير متسترة فإنها خرجت للفتنة، ويستسلط عليها الشيطان ويغري بها. فعلى المسلمة أن تتقي الله عز وجل وأن تتأدب بالآداب الشرعية عند خروجها. الله جل وعلا يقول لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن أطهر نساء العالمين، يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. هذه أوامر لنساء النبي وهن القدوة لنساء المؤمنين. نعم.